السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس اللغات والمدارس التجريبي اللغات وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي، وصلنا مع بعض اليونيت 1 Lesson 2 Part B اللي هي بعنوان الفود تشين اللي هي السلسلة الغذائية. الفود تشين دي هي عبارة عن درس من دروس الساينس اللي احنا بناخدها في مادة الانجليش عشان يعرفني مين فوكابلري. المفروض ان هو بيعرفني معلومة معينة، بيستخدم لي فيها كلمات معينة، المفروض يبقى عارفة معنى الكلمة بالانجليش والفانكشن بتاع الكلمة دي بيعمل ايه. تمام، هنشرح ده دلوقتي مع بعض. الفود تشين اللي هو بيبدأ بالسان، ثم البروديوسر، ثم البرايمري كونسيومر، ثم السكندري كونسيومر، ثم التريشري كونسيومر، ثم الديكومبوزر. هنبدأ مع بعض ونقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. ونبدأ مع كلمات الدرس. أول حاجة بيقول لي look and read، انظر واقرأ. طبعا الدرس هو science skills، مهارات في العلوم. caterpillar اللي هو الدودة، الدودة يعني caterpillar. beetle اللي هي الخنفسة، beetle اللي هي الخنفسة. lizard اللي هي السحلية، lizard اللي هي السحلية. wheat اللي هو القمح، wheat اللي هو القمح. وانا منطق wheat كده، انا كده بقرأ باللهجة البريتش. لو هقرأ American بقول wheat، يعني ايه الباقي ده كله بيتاكل، بياكلوا بقيه الكلام. البريتش اللي بكتبه بنطقه، انما الامريكان بياكلوا بعض الحروف، فهو بالبريتش بنطقها بقول ويت. فانجاي اللي هي الفطر، فانجاي اللي هي الفطر. فوكس اللي هو الثعلب، فوكس يعني ثعلب. ايجل اللي هو النسر، ايجل اللي هو النسر. كامل اللي هو الجمل، كامل اللي هو الجمل. سنيك اللي هو الثعبان، سنيك اللي هو الثعبان. يبقى caterpillar اللي هو دودة، caterpillar اللي هو دودة، دودة يعني caterpillar. طب أقسمها إزاي؟ أهو caterpillar، يبقى caterpillar اللي هو دودة. لما تبقى الكلمة اللي عندي أكتر من مقطع قسمها عشان تسهل على نفسك حفظها، وبعدين ارجع اقرأها واحفظها. يبقى caterpillar يعني دودة. beetle خنفسة، خنفسة يعني beetle. سنيك اللي هو الثعبان، ثعبان يعني سنيك. كامل يعني جمل، كامل يعني جمل. إجل يعني نسر، إجل يعني نسر. فوكس يعني ثعلب. فانجاي يعني فطر. ويت يعني قمح. ديد بالم يعني نخلة، ديت لوحديها يعني بلح، وبالم يعني نخلة، ديد بالم يعني نخلة اللي فيها البلح، يبقى ديد بالم يعني نخلة. طيب اكسترا فوكابلري، هاخد كده كلمات تانية مهمة جدا هناخدها، اللي هي فود تشين اللي هو سلسلة الغذاء، فود تشين سلسلة الغذاء. primary consumer اللي هو المستهلك اولي او المستهلك رقم واحد، اللي هو اول حد هياكل الحاجة اللي عندي بسميه مستهلك اولي اللي هو primary consumer. secondary consumer اللي هو المستهلك الثانوي، secondary consumer المستهلك الثانوي. تعالوا بقى للكلمة دي، ها تتقري ازاي؟ اسمها treasury consumer اللي هو المستهلك الثالث. طبعا الكلمة دي بتتنطق في يعني في لهجات كتير، كل حد بينطقها لهجة شكل، بس احنا عندنا هي تريت والاي اي ار واي دي بتتنطقش، يبقى تريشري كونسيومر. بروديوسرز كائنات منتجة، بروديوسرز الكائنات المنتجة. ديكومبوزرز الكائنات المحللة، ديكومبوزرز الكائنات المحللة. ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي، ايكو سيستم النظام البيئي. نيوتريانز عناصر غذائية. انرجي يعني طاقة، انرجي يعني طاقة، انرجي يعني طاقة.
ground يعني أرض، ground يعني أرض. وأفرق هنا بين كلمة floor وكلمة ground. floor يعني البلاط بتاع الشقة بتاع البيت، إنما ground هنا الأرض بتاعت نادي بتاعت ملعب بتاعت مدرسة، الأرض اللي بزرع فيها وأحط فيها الويت عشان يطلع وهكذا. طيب كلمة insects حشرات، insects حشرات، insects حشرات. large يعني كبير، large يعني كبير. يبقى أرض يعني floor اللي هي أرض شقة أو بلاط يعني اللي هي الأرضية يعني، تمام بنقول عليها floor. إنما الجراوند اللي هو أرض الملعب، أرض النادي، أرض الحديقة، المدرسة، الأرض الزراعية اللي بزرع فيها، الأرض اللي بيبقى فيها نجيلة بسميها ground، تمام؟ أو الطابق الأول برضو لما بيكون دور أرضي بسميه ground. طيب يبقى producer يعني المنتج، الكائن المنتج اسمه producer. nutrients يعني عناصر غذائية، عناصر غذائية يعني nutrients. الإيكوسيستم النظام البيئي، الإيكوسيستم النظام البيئي. larger يعني أكبر. primary consumer اللي هو المستهلك الأول، primary consumer اللي هو المستهلك الأول. secondary consumer اللي هو المستهلك الثاني. tertiary consumer اللي هو المستهلك الثالث. decomposers اللي هو الكائنات المحللة، decomposers الكائنات المحللة. المفردات اللي عندي دي الفوكابلري ده مهم جدا، لأن من غيره مش هفهم الفود شين، لازم أعرفهم عشان أعرف أفهم الفود شين، أوكي؟ وهكررهم معاكم في الفيديو أكتر من مرة في كذا حتة عشان نعرفهم. طيب يبقى تاني tertiary consumers اللي هم المستهلكين نمرة تلاتة، إنما primary consumers إن هم المستهلكين نمرة واحد، secondary consumers اللي هم المستهلكين نمرة اتنين. الفود شين اللي هي سلسلة الغذائية، البروديوسرز اللي هم المنتجين، grass اللي هو العشب، plants اللي هي النباتات، energy اللي هو الطاقة، decomposers الكائنات المحللة، insects حشرات، وconsumer يعني مستهلك. تمام، نخلي بالنا من الكلمات دي كويس جدا. يبقى producers اللي هم المنتجون، consumers اللي هم المستهلكون. طيب البروديوسرز دول المنتجون دول اللي هم بيبقوا مين؟ زي البلانتس والتريز اللي هم النباتات والاشجار. يبقى لما يجي يقول لي بروديوسرز زي ايه، اقول له بلانتس اند تريز. يبقى المنتجون دول زي البلانتس والتريز، يبقى البروديوسرز هم بلانتس وتريز. طيب الكونسيومرز اللي هم المستهلكين هم مين؟ هم الانيمالز، الانيمالز هم المستهلكين. بس بقسم الانيمالز بقى لثلاث انواع من انواع المستهلكين، في منهم البرايمري كونسيومرز، وفي منهم السكندري كونسيومرز، وفي منهم التريشري كونسيومرز. البرايمري كونسيومرز اللي هو الحيوان اللي هيتغذى على النباتات، اللي هو انيمالز which eat plants and trees، الحيوانات اللي هتاكل النباتات زي مثلا الرابت، ده بنسميه primary consumers اللي هو مستهلك اول. اما الحيوان اللي هياكل حيوان تاني بس هيكون صغير، يعني مثلا حيوان هياكل small animals and insects، هياكل الحشرات والحاجات الصغيرة، ده هسميه secondary consumers، ده هيكون المستهلك التاني. أما tertiary consumers هم المستهلكين من الدرجة الثالثة، دولت اللي هم الحيوانات المفترسة اللي هم بيأكلوا اللحوم وبيأكلوا حيوانات كبيرة، اللي هم animals which eat animals. أوكي؟ طيب عايزين ناخد هنا برضو مجموعة من تصريف الأفعال. طبعا احنا اتفقنا ان في زمن البريزنت وفي زمن الباست، في البريزنت الفعل بيكون مثلا زي بروفايد، المفروض لما اجيب الباس منه الفعل اخره ايه يبقى احط دي، لان ده regular verb يعني فعل منتظم، فبجيب الباس منه باني بضيف دي. انما الجيف اللي هو يعطي ده فعل شاذ، فانا بحفظ الباست بتاعه فبيكون جيف، ما اقولش بقى جيفد واروح حطلها دي، لا عشان ده فعل شاذ فجيف بقت جيف. جيت يحصل على برضو فعل شاذ، فبيكون الباس منه جوت. سي يعني يرى، الباس منه هيكون سو. طيب يبقى زي ما احنا شايفين هنا الافعال الريجولر زي بروفايد اللي هو يمد او يوفر او يعطي، بيبقى الماضي منها provided فبحط دي عشان هي اخرها ايه. كول يعني يدعى او يسمى، بقت كولد بحط اي دي. انما الريجولر فيربس اللي هي الافعال الشاذة اللي ملهاش قاعدة، انما اللي بحفظها زي ما هي مفيش قانون بمشي عليه، زي كلمة سي في البريزنت اللي هي يرى، في الباست هتبقى سو. جيت في البريزنت هيبقى يحصل على، في الباست هيبقى جوت.
eat في البريزنت اللي هو هيبقى ياكل، في الباست هيبقى ate. طيب عايزين ناخد الimportant expressions and propositions، تعبيرات وحروف جر هامه اخد بالي منها يجي يسالني عليها في اللي تشوز. لما نلاقي كلمه provide يعني بيوفر، لازم يجي بعديها البروبوزيشن for، لازم يجي بعديها حرف الجر for، لان provide for معناها يوفر لي، يبقى provide for يعني يوفر لي. cold يعني يسمى، فبقول is cold كذا، is cold كذا يعني يسمى، يسمى يبقى is cold. اما اقول at the start of يعني في بداية، at the start of يعني في بداية. يبقى هنا another expressions and propositions، تعبيرات وحروف جر اخرى، بقول at the start of يعني في البداية. لما اقول give back يعني يعيد، اخد حاجة وبيرجعها تاني بيعيد، يبقى give back يعني يعيد. is cold يعني يسمى، طبعا دي بتيجي مع المفرد. are cold يعني يسمى للجمع، عشان طبعا ال is مع المفرد وال are مع الجمع. get energy يحصل على طاقة، get energy يحصل على طاقة. يبقى provide for يعني تمد بي، provide for تمد بي. at the start of يعني في البداية، at the start of يعني في البداية. get كذا from كذا يعني يحصل على كذا من كذا، get كذا from كذا يعني يحصل على كذا من كذا. be cold يعني يسمى، وطبعا مع المفرد بقول is cold كذا، ومع الجمع بقول are cold كذا، يعني verb to be بصرفه على حسب هو جاي مفرد ولا جاي جمع. يلا الجزء المهم في الدرس اللي هقرأه واشرحه كذا مرة عشان هو مهم جدا، وبعضكم مش هيفهمه من اول مرة، فانتبهوا معايا كده بقى. احنا بنتكلم هنا عن الفود شين اللي هي السلسلة الغذائية. الفود شين بتتكون اول حاجة من البروديوسر، البروديوسر دوت اللي هو الكائن المنتج، ومن السن، السن اللي هي الشمس، ومن البرايمري كونسيومر اللي هو المستهلك الاول، ومن السكندري كونسيومر اللي هو المستهلك الثاني، ومن التريشري كونسيومر اللي هو المستهلك الثالث. طيب اول حاجة كده المستهلك الاول اللي هو البروديوسر ده زي ايه؟ زي الويت والديد بام اللي هو النباتات، زي القمح والنخل، اي نوع من انواع النبات بيكون بروديوسر النبات، البلانتس اند تريز هم البروديوسر. طيب الصن بتعمل لي ايه؟ بروفايد اس ويز انرجي، بتمدنا بالطاقه. طيب البرايمري كونسيومر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن انيملز ذات ايت بلانتس، هو عباره عن الحيوانات اللي بتاكل النباتات، زي الكاتربيلر وزي البتل، زي الدوده والخنفسه، دولت بياكلوا النباتات، فعشان كده بسميهم برايمري كونسيومر. طيب تاني حاجه عندي سكندري كونسيومر، السكندري كونسيومر هم انيملز، animals which eat animals برضو هم حيوانات بتاكل حيوانات، ولكن هم animals which eat small animals and insects، هم بياكلوا الحيوانات الصغيرة والحشرات. بعد كده عندي التريشري كونسيومر اللي هم الكائنات المستهلكة من الدرجة التالتة، اللي هم الكائنات اللي بنقول عليهم متوحشين، او اللي بياكلوا اللحوم، زي الفوكس، زي الثعلب، زي الايجل، زي النسر، زي اللاين، زي الاسد، زي التايجر، زي النمر، كل الانيمالز which eat animals بنسميها تريشري كونسيومر، الحيوان اللي بياكل حيوان بيكون تريشري كونسيومر. بعد كده بيجي لي الديكومبوزر اللي هو الكائنات المحلله، اللي هي بتطلع لي بقى الكائنات دي بتتحلل وتعفن كده وتطلع لي عفن، اللي هو الفانجاي ده، وبعدين العفن ده بيروح للتربه بيتغذى عليه النباتات، وترجع النباتات تطلع تاني تاخد الشمس فتكبر وتنمو، فتيجي البرايمري كونسيومرز تاكلها، وبعد ما تاكلها تيجي السكندري كونسيومر تاكل البرايمري كونسيومر، وبعدين تيجي التريتري كونسيومر تاكل السكندري كونسيومر، وبعدين تيجي الديكومبوزر تحلل لي بقى كل الكائنات اللي حصلت دي ونعيد الدوره تاني. تمام اتفهمت كده؟ هنعيد تاني. يبقى بيقول لي هنا let's learn، هيا نتعلم. the sun provides energy for plants to grow، الشمس بتدينا الطاقة عشان النباتات تنمو. طيب the plants and trees are called producers، النباتات والأشجار بسميهم منتجين أو كائنات منتجة.
بعدين animals are called consumers. اي حيوان بسميه consumers بسميه مستهلك. بس انا عندي ثلاث انواع من الكونسيومرز او ثلاث انواع من الانيمالز، عندي ثلاث انواع من الحيوانات او ثلاث انواع من المستهلكين بقسمهم لدرجات. بيجي عندي اول حاجه البرايمري كونسيومرز اللي هو المستهلك الاول، وده ايت بلانتس ده بياكل النباتات. يجي بعدي السكندري كونسيومرز اللي هو المستهلك من الدرجه الثانيه، وده ايت سمول انيمالز اند انسكتس بياكل الحيوانات الصغيره والحشرات. يجي بعدي التريشري كونسيومرز اللي هو الكائنات المستهلكه من الدرجه الثالثه، ايت لارجر انيمالز بتاكل الحيوانات الاكبر زي الفوكس الايجل اللاين التايجر بياكلوا بقى ايه لحوم كده. يجي بعد كده ديكومبوزرز الكائنات المحلله اللي زي الفانجاي اللي بقى هتحلل لي اجسام المستهلكين دول عشان ترجع العناصر الغذائيه الموجوده في الاجسام دي للنظام البيئي، هترجعهم للتربه والتربه ترجع ينمو فيها النبات من جديد وتمشي الدوره تاني. فبنقول الديكومبوزرز دي جيف نيوتريانتس باك تو ذا ايكوسيستم، يعني بتعيد الكائنات المحلله المواد الغذائيه للنظام البيئي. سهلة؟ يعني هي الورقة دي هو الملخص بتاع الدرس كله. لو حفظت الكام سطر اللي قدامي هتعرف تجاوب اي حاجة تجيلك تخص الدرس ده، لانه هيجيب لي منها في التشوز، هيجيب لي منها في الكمبليت، هيجيب لي منها في الماتش، هيجيب لي منها في الريوردر بتاع الريارينج بتاع الجمل، يجيب لي فيها في كتابة الباراجراف. هو ده ملخص الدرس. يعني بالعربي كده برضو هو عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي ان الفود شين اللي هي السلسلة الغذائية، السلسلة الغذائية يعني الكائنات كده مين بياكل مين والكون بيمشي ازاي، ولما ده بيموت ده غيره بيتولد، عايز يفهمني الدنيا ماشية ازاي. فبيقول لي اول حاجة انا عندي الشمس، وان الشمس دي هي اللي بتمدنا بايه؟ بالطاقة. طيب الشمس اللي بتمدنا الطاقة دي بالنسبة للنبات هي بتخليه يعمل غذائه من خلال الطاقة والنور دي، من خلال عملية البناء الضوئي. فبالتالي النبات اللي عندي بيكبر وينمو. طيب النبات اللي عندي اللي خد الشمس عشان يعمل غذائه وكبر ونمى، ده بسميه بروديوسر، بسميه بروديوسر يعني منتج. يعني زي ايه بقى؟ اي بلانت واي تري، اي نوع من انواع النباتات واي شجره بتبقى بروديوسر، بتعمل الغذاء بتاعها عن طريق الصن اللي هي بتديها الانرجي. تمام مفهومه كده؟ طيب بعد كده بدخل على الانيمالز، كل الباقي ده انيمالز. البرايمري كونسيومر هو انيمال، والسكندري كونسيومر هو انيمال، والتريشري كونسيومر هو انيمال، كل دي حيوانات. يبقى الكونسيومر المستهلك اساسا هو الحيوان. اول حيوان عندي في السلسله اللي هو الحيوان اللي هيتغذى على النباتات، الحيوان اللي هيتغذى على النباتات بسميه برايمري كونسيومر. يبقى البرايمري كونسيومر هو الانيمال which eat plant، الحيوان اللي هياكل النبات. وبعدين يجي السكندري كونسيومر اللي هو الحيوان which eat small animals and insects، اللي هياكل الحيوانات الصغيره والحشرات الصغيره. بعد كده يجي لي التريشري كونسيومر اللي هو المستهلك الثالث، اللي هو animals eat animals، اللي هو حيوانات بتاكل حيوانات. بعد كده الحاجات دي كلها هتموت، فلما تموت هيطلع لي منها الفانجاي اللي احنا بنسميها ديكومبوزر، اللي هي الكائنات المحلله. الكائنات المحلله بقى دي بتعمل ايه؟ بترجع النيوتريانز، جيف باك نيوتريانز تو ذا ايكو سيستم، بترجع العناصر الغذائيه للنظام البيئي. طيب ممكن مثلا يجي لي في الامتحان قطعه زي دي بيعرفني يعني ايه فود تشين، يعني ايه سلسله غذاء او سلسله غذائيه. فبيقول لي بيشرح لي على السلسله اللي فاتت دي، فبيقول لي this is called a food chain، ده اللي بنطلق عليه السلسله الغذائيه. It shows how plants and animals get their energy. السلسلة الغذائية دي أصلا وظيفتها إيه وتجيلك في الكمبليت أو في التشوز؟ يبقى it shows how plants and animals get their energy، بتوري لك إزاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها. فبيقول لي at the start of the chain، أول بداية السلسلة we can see plants، احنا في الاول كده بنشوف في بدايه السلسله، اهي السلسله باديه من الجزء ده اهو اللي هو من الويت والديد بالم اللي احنا بنسميهم producer. يبقى at the start of the food chain بنلاقي ايه؟ we can see plants، بنلاقي النباتات. these are called producers اللي احنا بنسميهم المنتجين. they get energy from the sun، اهم البروديوسر دول اللي هم plants and trees
get energy from the sun بياخدوا الطاقة اللازمة ليهم عشان ينمو ويعملوا عملية البناء الضوئي بتاعتهم ويحضروا أكلهم من الصن من الشمس. وبعدين animals do not get their energy from the sun الحيوانات ما بتاخدش الطاقة بتاعتها من الشمس، الطاقة يعني المواد الغذائية بتاعتها ما بتاخدهاش من الشمس، أمال بتاخدها منين؟ animals get their energy from eating plants and other animals. الحيوانات بتاخد الطاقة بتاعتها عن طريق انها تتغذى على نباتات او حيوانات اخرى عشان تحصل على الطاقة بتاعتها. يبقى بنقول ان animals don't get their energy from the sun الحيوانات ما بتاخدش الطاقة بتاعتها من الشمس. animals eat plants and other animals for energy الحيوانات بتاكل يا اما نباتات يا اما حيوانات تانية عشان تحصل على الطاقة بتاعتها. لو جالي باراجراف عن الفود شين عن السلسلة الغذائية، لو انا فهمت وحفظت الجملتين دول اكتبهم في الباراجراف. ممكن سؤال زي ده وتيجيلي ان انا اعمل باراجراف عن الفود شين، وممكن يجيلي كقطعة ويجيب لي اسئلة تشوز واسئلة ريرايت احلها تحتي. طيب يبقى ملخص كل الهري اللي احنا هريناه دوت ايه بقى؟ ان the sun provides energy for plants to grow ان الشمس بتوفر الطاقة للنباتات عشان تنمو. وان ان plants and trees are called producers وان النباتات والاشجار دي بنسميها منتجين. وان الانيمالز ار كولد كونسيومرز والحيوانات بنسميها مستهلكين. primary consumers eat plants الحيوانات الاولية او اللي هي المستهلكة من الدرجة الاولى بتاكل النباتات. secondary consumers eat small animals and insects الحيوانات المستهلكة من الدرجة الثانية بتاكل حيوانات صغيرة وحشرات. tertiary consumers eat larger animals المستهلك من الدرجة الثالثة بيتغذى على الحيوانات العملاقة او الحيوانات الكبيرة. والديكومبوزرز جيف نيوتريانتس باك تو ذا ايكوسيستم والكائنات المحللة هي اللي بترجع بتحلل بقى الكائن اللي عندي فبترجع كل العناصر اللي كانت موجودة في جسمه للنظام البيئي مرة اخرى. طيب كل الكلام اللي مكتوب بالاخضر ده يجي لي في الكمبليت او يجي لي في التشوز، عشان كده مهم جدا ان الكام جملة دولت يكونوا حفظ نفهمهم ونحفظهم ونكتبهم ونعرفهم عشان اي سؤال يجي عنهم نعرف نجاوبهم. يبقى تاني This is called a food chain كل اللي احنا قلناه ده بقى اللي هو السن provide energy والplants and trees are producers والanimals are consumers والprimary consumers eat plants والsecondary consumers eat animals and insects والtertiary consumers eat larger animals والdecomposers get او give nutrients back to the ecosystem كل ده بسميه food chain السلسلة الغذائية. يبقى هي السلسلة الغذائية انا عايز اوريك It shows how plants and animals get their energy بتوريني ازاي الحيوانات والنباتات بتحصل على الطاقة بتاعتها. وقال لي ان at the start of the chain we can see plants اول بداية السلسلة بنشوف النباتات اللي هي بسميها these are called بسميها ايه producers المنتجين they get energy from the sun اللي بياخدوا الطاقة بتاعتهم من الشمس. Animals do not get their energy from the sun إنما الحيوانات ما بتاخدش الطاقة بتاعتها من الشمس. Animals eat plants or other animals for energy إنما الحيوانات التانية هتاكل نباتات أو حيوانات عشان تحصل على الطاقة اللازمة ليها عشان تعرف تعيش. يبقى من المهم جدا إني أعرف دور كل عضو معايا من أعضاء الفود شين السلسلة الغذائية، فبقى عارفة إن sun provides energy إن الشمس بتوفر الطاقة لمين for plants to grow. لو جي قال لي the sun provides energy for animals to grow أقوله الكلام ده غلط، إن animals ملهاش دعوة بالsun إنما هي بتاخد الطاقة بتاعتها منين؟ بتاخدها من plants أو من animals تانية إنما منهاش دعوة بالصن إنما مين اللي ليه دعوة بالصن؟ البلانس. يبقى the sun provides energy for plants to grow بعدين plants and trees are called producers يبقى النباتات والأشجار بسميهم المنتجين. animals are called consumers الحيوانات مستهلكين. primary consumers eat plants الحيوان الأولي أو المستهلك من الدرجة الأولى بيأكل النبات.
secondary consumers eat small animals and insects. المستهلك الثانوي أو من الدرجة الثانية يعني بيأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات. tertiary consumers eat larger animals. المستهلك الثالث بيأكل الحيوانات الكبيرة. decomposers give nutrients back to the ecosystem. والكائنات المحللة هترجع للعناصر كلها تاني للنظام البيئي. تمام؟ طيب تاني بطريقة مبسطة أكتر عشان ما يبقاش الدرس فيه أي صعوبة. food chain يعني السلسلة الغذائية. يبقى food chain دي يعني السلسلة الغذائية. أول حاجة في السلسلة الغذائية بيبقى عندي producers اللي هي الكائنات المنتجة. اللي هي إيه الكائنات المنتجة؟ أي نبات أو أي شجرة هي producers، هي كائنات منتجة. يعني الويت، الديد بالم، any tree or any plant is a producer. okay. طيب البروديوسرز دي اللي هي عبارة عن plants و trees مالهم بقى؟ provide أو get the energy from the sun. بياخدوا الطاقة بتاعتهم من الشمس. يبقى الشمس بتعمل ايه؟ يبقى the sun provides energy for plants to grow. بتدينا الطاقة للنباتات عشان تنمو. يبقى اول حاجة كده خلاص عرفنا ان النباتات اللي هي producer بتاخد energy from the sun عشان ايه؟ to grow، عشان تنمو. بيجي لي بعد كده الconsumers المستهلكين، وبنقسم المستهلكين لprimary consumers اللي هو اول واحد، وبعدين secondary consumer اللي هو التاني واحد، وبعدين tertiary consumer اللي هو تالت واحد، وبعدين decomposer اللي هو المحلل. طيب زي ما اتفقنا كده الانيمالز كلها بنقول عليها animals are called consumers. يبقى الانيمالز بسميها consumers. طيب البرايمري consumers دوت بيعمل ايه؟ هو eat plants، بيتغذى على النباتات. زي ايه الكلام ده؟ الكاتربيلر والبيتل الاثنين دولت ها eat plants، بيتغذوا على النباتات، ودولت بسميهم primary consumer. طيب السكندري كونسيومر اللي هو زي السنيك او زي الليزرد، دولت ايت سمول انيمالز اند انسكتس، بياكلوا حشرات وحيوانات صغيره، فبسميهم سكندري كونسيومر. بيجي تريشري كونسيومر اللي هم المستهلكين نمره 3 زي الايجل والفوكس، زي النسر والثعلب اللي هم حيوانات متوحشه بقى بتاكل اللحوم او بتاكل الحيوانات، فبنقول عليهم دولت ايت لارجر انيمالز، بياكلوا كائنات او حيوانات كبيره. بيجي بعد كده خلاص كل الحيوانات دي ماتت بقى، فبيحصل لها عملية الديكومبوزرز بواسطة الكائنات المحللة دي، بتعمل لها عملية الديكومبوزر، فبيطلع منها الفانجاي، وبكده بيكون انتهت السلسلة بتاعت الفود شاين. واحنا عارفين الديكومبوزرز دي وظيفتها ان هي give nutrients back to the ecosystem، ان هو بيدي العناصر الغذائية تاني للنظام البيئي. يبقى تاني the sun provides energy for plants to grow. الشمس هتدي النباتات الطاقة اللازمة عشان تنمو. plants and trees are called producers. النباتات والأشجار بنقول عليهم المنتجين. animals are called consumers. والحيوانات بنقول عليهم مستهلكين. بس أنا عندي ثلاث أنواع من حيوانات. أول نوع عندي اللي هو primary consumer اللي هو المستهلك من الدرجة الأولى، وده animals which eat plants and trees اللي هي الكائنات أو الحيوانات اللي بتاكل النباتات والأشجار. عندي تاني حاجة secondary consumers اللي هو animals which eat small animals and insects، المستهلك الثاني اللي هي الحيوانات اللي هتاكل حيوانات صغيرة وحشرات. tertiary consumers اللي هو المستهلك الثالث eat larger animals، بياكل حيوانات أكبر. بعد كده decomposers اللي هو الكائنات المحللة اللي الحاجات دي كلها هتموت، وهو هيبتدي يحللها ويرجع العناصر بتاعها للنظام البيئي، فبقول give nutrients back to the ecosystem. تمام؟ اللي بالأزرق ده كله يتحفظ والجمل دي تتحفظ، وهنفهم الدرس أكتر لما نيجي نطبق عليه في حل الأسئلة. يبقى كل اللي احنا بنقوله ده عبارة عن food chain اللي هو السلسلة الغذائية. يبقى لما يجي يقولي what's food chain، عبارة عن ايه السلسلة الغذائية دي؟ هقوله it shows how plants
and animals get their energy. هي بتوريني ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها. وابتدي اشرح له بقى واقول له ان at the start of the chain اول السلسلة we can see plants احنا ممكن نشوف نباتات. These are called producers ودولت اسمهم المنتجين. They get energy from the sun ودولت بياخدوا الطاقة اللي عايزينها من الشمس. Animals do not get their energy from the sun. الحيوانات ما بتاخدش الطاقة بتاعتها من الشمس. Animals get plants or other animals for energy. Animals eat plants or other animals for energy. يعني الحيوانات يا إما هتاكل نباتات فتبقى primary consumer، يا إما هتاكل حيوانات فهتبقى يا إما secondary consumer لو بتاكل small animals and insects، يا إما هتكون tertiary consumers لو هي بتاكل large animals. ده كله عشان تحصل على ان انرجي. تمام، يبقى نموذج اهو مبسط. لو جه قال لي اعملي لي باراجراف عن الفود شين فهقول له ان plants and trees are called producers، النباتات والاشجار بنسميهم منتجين. animals are called consumers، الحيوانات بنسميهم مستهلكين. primary consumers eat plants، الحيوانات الأولية أو المستهلكين الأوائل بيأكلوا النباتات. secondary consumers eat small animals and insects، المستهلك الثانوي أو الثاني بيأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات. tertiary consumers eat larger animals، والمستهلك الثالث من الدرجة الثالثة ده بيأكل الحيوانات الأكبر. تمام؟ طيب كده احنا يعني ايه شرحنا السلسلة الغذائية أكتر من مرة وخلاص عرفنا. لو جه قال لي حد يقول لي يعني ايه فود شين، يعني سلسله غذائيه، يعني ايه فود شين، يعني this is called a food chain. اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله معناه فود شين. يعني ايه؟ يعني shows how plants and animals get their energy، يعني بتوريني ازاي النبات والحيوان بيحصل على الطاقه. واقول له at the start of the chain في بدايه السلسله we can see plants ممكن نشوف النباتات اللي هي producers. these are called producers دول اسمهم producers. they get energy from the sun، هم بياخدوا الطاقة من الشمس. animals do not get their energy from the sun، انما الحيوانات ما بتاخدش الطاقة من الشمس. الحيوانات لازم تاكل عشان تاخد طاقة. طب بتاكل ايه؟ عندي تلات انواع او تلات درجات من المستهلكين في الحيوانات. يا اما primary consumer اللي هم animals which eat plants، يا إما secondary consumers اللي هم animals which eat small animals and insects، يا إما tertiary consumers اللي هم animals which eat large animals. تمام، ومهم جدا ان انا اعرف الكلمات دي لان دي اللي هتساعدني ان انا احل اي سؤال يجي لي في موضوع الفود شين او اكتب باراجراف عنها او اعمل الماتش او التشوز او الريوردر او الحاجات دي كلها. هم الكلمات اللي قدامنا دول اللي هم consumers يعني مستهلكون، primary consumers اللي هو المستهلك الاول، secondary consumers اللي هم المستهلكين الثانيين او من الدرجه الثانيه ان هو ثاني واحد يعني، tertiary consumer اللي هم المستهلك من الدرجه الثالثه، والdecomposers اللي هو الكائنات المحلله، والecosystem اللي هو النظام البيئي. اظن كده السلسله الغذائيه الفود شين اتفهمت، بقت سهله جدا. عندكم الباراجرافات، نقوا اسهل واحد عليكم تعرفوا تحفظوه وخدوه واحفظوه، عشان باذن الله الحصه الجايه هتكون بكره ان شاء الله هنحل الاسئله من الكتب الخارجيه، من قطر الندى، من بيت باي بيت، من جيم، من المعاصر، من كتاب الباهر، كل الاسئله اللي موجوده على الجزء بتاع الفود شين عشان تبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لنا. لو فهمت مني والمعلومات وصلت لك وحسيت ان انت استفدت، من فضلك ما تنساش اللايك تحت الفيديو، كومنت تحت الفيديو، شير للفيديو، منشن لصاحبك عشان الفيديو يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس وناس كتير تشاهده. بنتعب جدا في الفيديوهات دي عشان نساعدكم. انتوا زي ما انتوا عارفين الفيديوهات دي بدون اي مقابل مادي خالص، احنا هدفنا بس ان احنا نساعدكم ونخفف العبء عن الاسره. وفي الاخر بنلاقي مفيش مشاهدات تقريبا او مشاهدات قليله جدا. فلو استفدت من فضلك عرف غيرك وخليه هو كمان يستفاد عشان الفايدة تعم على الجميع، وعشان يبقى احنا عندنا طاقة ان احنا نكمل معاكم فنحس ان تعبنا ده ما بيروحش على الفاضي. شكرا على حسن الاستماع. اي سؤال من خلال رسائل الصفحة منارة العلم انجليش فور يو، او من خلال مجموعة التليجرام منارة العلم انجليش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي، او من خلال الكوميونيتي
المنتدى على قناة اليوتيوب منارة العلم English for you، او من خلال كومنت تحت الفيديو قول اللي انت عايزه، وانا ان شاء الله البي لك طلبك لو هقدر. شكرا على حسن الاستماع. كانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes. Thank you and goodbye.